بسم الله الرحمن الرحيم، مع حضراتكم دكتور مهندس محمد سعيد محمد شلبي، هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية. إن شاء الله هنبدأ مع بعض كورس خفيف وظريف عن ما يسمى شبكات المحمول أو الموبايل سيستم أو الموبايل سيليولر سيستمز. هنستعرض بس مع بعض كده ببساطة إحنا هناخد إيه في الكورس بتاعنا. أول حاجة هنبدأ نعرف يعني إيه موبايل جينيريشن، يعني إيه فيرست جينيريشن سكند ثيرد فورث لحد الفايف جي. البروباجيشن تشانل، الوايرلس تشانل اللي بتشيل الصوت بتاعي او المعلومات بتاعتي عبارة عن ايه، بتتأثر ازاي، بتأثر على الاشارة ازاي، هل هي ثابتة ولا متغيرة، هنعرفه بالتفصيل في الكورس بتاعنا. هننتقل لاشهر انظمة السكند جنريشن موبايل سيستم، الجي اس ام، جلوبال سيستم فور موبايل كوميونيكيشن. هنطلع من السكند جنريشن للثيرد جنريشن وهناخد شبكة بالتفصيل، شبكة اليو ام تي اس، يونيفرسال موبايل تيلي كوميونيكيشن سيستم، وهنعرف ان هي معتمدة على سبريد سبيكترم تكنيك، اشهر تطبيق خدناه مع بعض في كورس الديجيتال اللي هو الكود ديفيجن مالتيبل اكسس، سي دي ام اي، كود ديفيجن مالتيبل اكسس. اليو ام تي اس او الوايد سي دي ام اي ده كان بدايه ال 3 جي، نهايه ال 3 جي اللي هو البرود باند سيستمز اللي هو عباره عن شبكه الواي فاي اللي هي كانت لان لوكال اريا نتورك، بعد كده عملناها اكستنشن لحد من 30 ل 50 كيلو وسميناها واي ماكس، وورلد وايد انتر اوبرابيلتي فور مايكروويف اكسس. في ناس بتعتبر الواي ماكس ان هو بدايه الجيل الرابع، بس للاسف لان الداتا ريت بتاعه ما وصلش ال 100 ميجا بت بير سكند اللي هو بدايه الجيل الرابع، فبيعتبر ان هو نهايه الجيل الثالث. بعد كده هنخش في الفور جي او الفورث جينيريشن موبايل سيستم، وهناخد مثال على كده ال ال تي اي وال ال تي ادفانسد سيستمز اللي هو ال ال تي اي اختصار للونج تيرم ايفولوشن، التطور الطويل الاجل، ده بالعربي. بعد كده هناخد يعني ايه الشبكات الادراكيه وليه رحت للشبكات الادراكيه. ببساطه انا رحت لها علشان فيه ندره او سكارسيتي في السبيكترم بتاعي، ما بقاش في سبيكترم فاضي، جهاز الاتصالات يديه لحد او جهاز القوام لتنظيم الاتصالات، فكان في حل ظريف كده اللي هو الشبكات الادراكيه، وهناخدها بالتفصيل. يعني ايه ان فيه عندي برايمري يوزر ويعني عندي سكندري يوزر، وهنشوف احنا روحنا له ليه اساسا، وهناخد بالتفصيل يعني ايه كوجنيتيف راديو نتورك. بعد كده هنروح لل5 جي وهنعرف ان ال5 جي كنا روحنا الباند جديد خالص اسمه مليمتر ويف كوميونيكيشن، عشان ايه كل ما اروح لفريكوانسي كبير يبقى انا اقدر استخدم باند ويدث كبير، يبقى الداتا ريت بتاعي كبير قوي. تمام، ده اول محاضرة في الكورس بتاعنا اللي هو الموبايل سيلولار سيستم او شبكات المحمول او الشبكات الخلوية. عايزين بس بداية كده نعرف يعني ايه كلمة كوميونيكيشن. كوميونيكيشن ببساطة انا عايز انقل معلومة من مكان لمكان، فدلوقتي انا عشان انقل المعلومة دي محتاج نظام اتصال او كوميونيكيشن سيستم، تمام كده؟ فبحط عند المنطقة اللي انا عايز ابعت المعلومة منها او مصدر المعلومة بحط جزء من الكوميونيكيشن سيستم بسميه ترانسميتر. الجزء المنطقة اللي انا عايز استقبل عندها الاشارة بحط جزء من الكوميونيكيشن سيستم بسميه ريسيفر. عملية نقل الداتا من الترانسميتر للريسيفر دي بسميها كوميونيكيشن، مفيش ابسط من كده. عملية الاتصال بين المعلومة من ترانسميتر للريسيفر، تمام كده؟ والله الاشارة بننتقل بقى ازاي من الترانسميتر للريسيفر؟ حاجة من اتنين، يا اما في فيزيكال كونكشن بين الترانسميتر والريسيفر، رابط اللي هو هيشيل المعلومة، يا اما انقلها في الفراغ. لو فيه فيزيكال كونكشن بين الترانسميتر والريسيفر سواء كوأكسيال كيبل او اوبتيكال فايبر او اي فيزيكال كونكشن، في الحاله دي بسمي ايه الكوميونيكيشن بتاعي واير سيستم او واير لاين كوميونيكيشن سيستم. والله لو بنقل المعلومه بين الترانسميتر والريسيفر عبر الفراغ الهواء، الفراغ ما فيش اي فيزيكال كونكشن خالص، يبقى انا في الحاله دي شغال ايه وايرلس كوميونيكيشن. فنيجي نعرف ببساطه وايرلس كوميونيكيشن. Wireless communication means that the information signal is transmitted from the transmitter to the intended receiver over space without usage of any physical connection. طب دلوقتي ببساطة كده بنقول إن الحاجة أم الاختراع، أو the fabrication is the motivation for the invention. ليه أنا بقى رحت للwireless communication ده؟ إيه اللي خلاني أروح له؟ أكيد كان فيه ضروريات وحاجات، يعني حاجات ما ينفعش أعملها بالواير خالص. هنشوف كده إيه هي الموتيفيشن للwireless communication أو الناس راحت للwireless system ليه؟ اول حاجه بيقولوا ان الوايرد نتورك از فيري اكسبنسيف، مور اوفر ا لوت اوف اكسبنسز ار ديفوتد تو فيزيكال كونكشن. الناس لما عملت دراسه على اي شبكه سلكيه او شبكه معتمده على الكيبلز لقوا ان الشبكه بتبقى غاليه جدا. ماشي، ايه المشكله؟ ما في حاجات غاليه في الدنيا كتير، ايه المشكله؟ لا، بس لقوا ان اغلب التكلفه بتاع الشبكه بتنصرف على الكابلات،
معنى ايه الكلام ده؟ معناها او ببساطه لو انا شلت الكابلات وخليت الكوميونيكيشن سيستم بتاعي متحرر او فري اوف كيبلز، ما فيش كابلات فيه خالص، معناها كده ان تكلفه السيستم هتقل بكتير. ما هو الراجل المستثمر ما هو ببساطه قوي عايز ايه؟ عايز اقل تكلفه، تمام؟ مش كده وبس، ده الموتيفيشن الثاني. لا ايه، there are region where the extension of physical cables is very difficult such as desert mountains and much more. الواير سيستم بيعتمد على ايه؟ على كيبلز. طب الكيبلز دي بتتركب ازاي؟ ممكن تكون اندر جراوند، تمام كده؟ فعشان تكون اندر جراوند لازم شركه تيجي لي تعمل لي حفر وتركب الكابلات وعمال ومصاريف وكده، تمام؟ احنا في الفقره الاولى خلي بالكم قلنا ان الكيبلز في حد ذاتها في الوضع الطبيعي هي اغلب تكلفه الشبكه بتنصرف على الكيبلز، ما بالك انت بقى لو انت شغال في ديزرت او ماونتينز او منطقه التضاريس بتاعتها صعبه. اذا الشركه دلوقتي اللي هتجيب عمال وتعمل لي حفره وتركب الكابلات بتاعتها، تعمل لي مد للكابلات بتاعتها، اكيد التكلفه بتاعتها هتزيد. يبقى تكلفه الكوميونيكيشن سيستم كلها ايه؟ هتزيد. وزي ما قلنا من شويه ان اي مستثمر او اي انسان في الدنيا عايز ايه؟ يصرف قليل. يعني يصرف قليل على اي، يعني لو الكوميونيكيشن سيستم بتاعي بيتعمل بتكلفه اقل ده افضل بكتير ان يتعمل من تكلفه اكتر، تمام كده؟ تالت حاجة بقى، في حاجة بقى ضروريات، الموضوع مش موضوع بقى ان حاجة غالية وحاجة رخيصة، لا ده في بعض التطبيقات في الكوميونيكيشن ما ينفعش تكون واير بأي شكل من الأشكال، لازم وغصب عني أشتغل واير. زي ايه؟ زي الساتلايت سيستم. قول لي بقى أنت ازاي، لو نتناقش مع بعض كده، ازاي هربط ساتلايت بره الكرة أو بره الكرة الأرضية بمحطة أرضية عندي عن طريق كيبل؟ مستحيل، ما حدش يقدر يعملها حتى الآن، تمام كده؟ فغصب عني لازم اشتغل ايه؟ وايرلس سيستم. تاني حاجه الموبايل سيستم او شبكات المحمول. ازاي بقى؟ ده احنا دلوقتي، زمان لما كان عندنا ما كانش متاح عندنا غير التليفونات الارضيه، كنا احنا ما نقدرش نتكلم او نستقبل مكالمه اي حد الا لما اكون في البيت وجنب التليفون. فدلوقتي الناس راحت لشبكات الموبايل ليه؟ قالت والله يبقى كل يوزر معاه عده، تمام، يستخدمها اني تايم اني وير، بره البيت، في المسجد، في اي مكان، في النادي، في اي مكان بره البيت، متحرر من ارتباطه بمكان معين، تمام كده؟ فالموبايل كوميونيكيشن ما ينفعش باي حال من الاحوال يكون ايه؟ يكون معتمد على كيبلز او معتمد على وايرلس سيستم. دول كده الموتيفيشن تو وايرلس سيستم. هل معنى كده ان الوايرلس سيستم ده اساسي عندي وخلاص ما فيهوش اي عيوب؟ لا، لما الناس عملت مقارنه كده بين الواير سيستم والوايرلس سيستم او الشبكه المعتمده على كابلات، تمام، والشبكه المعتمده على الفري سبيس، ان انا بنقل الوايرلس بين الترانسميتر والريسيفر، عملنا جدول ظريف زي قدام حضراتكم كده، لقينا ايه؟ الواير نتورك اتش كيبل از ا ديفرنت شانل. انا دلوقتي خلاص حطيت كابل بين الترانسميتر والريسيفر، فخلاص الكابل ده فيه لص، اي نعم فيه لص، فيه نويز، اي نعم هيكون فيه نويز، ولكن الكاركترستيك بتاعته ثابته. خلاص انا عارف الاتنيوشن بتاعه نص ديسيبل. يعني ايه نص ديسيبل؟ والله هاجي ابعت الاشاره عند الترانسميتر، انا محتاج عند الريسيفر 10 دي بي ام، فخلاص هبعت عند الترانسميتر كام؟ 10.5 دي بي ام. النص هيروح في الايه؟ في الكيبلز، هعرف عند الريسيفر هيوصل كام. خلاص الكاركترستيك دي ثابته، اي نعم هتتغير مع مرور الوقت، بس التغير بتاعها هيبقى لونج تيرم، يعني فين وفين على ما الكاركترستيك بتاعتها تتغير. لما نيجي بقى للوايرلس نتورك، لا ده انا هلاقي الوايرلس نتورك بتتغير على حسب حاله الجو نفسه. انا بنقل في الفراغ، حالة الجو في الصيف غير الشتاء، في المطرة غير الجو كويس. فإذا في هنا الكاركترستيك بتاع التشانل في الوايرلس نتورك is not stable and time varying channel. الوايرلس سيستم بسميه time varying channel. time varying يعني ايه؟ التشانل بتاعته مش ثابتة، انا بنقل في الهواء هو انا وظروفي. انما الواير نتورك بعتمد على كابل، والكابل ده الكاركترستيك بتاعته تقريبا ثابته، او هي لو مش ثابته بس بتتغير في اللونج تيرم، بيعتبر بالنسبه للوايرلس هي ستيبل او الكاركترستيك بتاعتها ثابته الى حد كبير. الواير نتورك السيجنال اتنويشن از لو، الفقد في الكابلات بيبقى اقل بكتير من مين؟ من الوايرلس سيستم. يعني لما بقارن بين كابل والفري سبيس هلاقي ان الكيبل ده بتاعي ده بيستهلك باور او بيعمل لص في السيجنال اقل بكتير من مين؟ من الوايرلس تشانل، تمام كده؟ بعد كده الميزه اللي بعد كده انه انترفيرنس. اه والله انا عامل كابل بين الترانسميتر والريسيفر، ما حدش هيقدر يشوش عليا او يعمل انترفيرنس عليا الا لما يخترق الكابل نفسه. انما الوايرلس سيستم الاشاره بتعمل لها راديشن في الفراغ، فاي حد يلقط الاشاره ممكن يعمل عليها انترفيرنس، يعرف البند بتاعي يتعامل عليه intentional interference، تشويش متعمد. فالايه؟ مقاومه للانترفيرنس الواير اعلى بكتير من الوايرلس في المقاومه للانترفيرنس، تمام كده؟
في حاجة مهمة جدا برضو في الواير، ان الهاي داتا ريت، الداتا ريت في اي واير سيستم بيبقى اعلى بكتير من الوايرلس. الوايرلس لو داتا ريت، عشان تمثل كوأكسيال كيبل بوايرلس سيستم تشوف حاجة مضاهية للكوأكسيال كيبل لازم تروح لايه، اقلهم واي ماكس اللي هو بنهاية الجيل الثالث، اللي في ناس برضو اعتبرته بداية الجيل الرابع. فاذا دلوقتي ان الوايرلس سيستم بشكل عام الداتا ريت فيه قليل بالمقارنة بين، بمقارنة باي فيزيكال ايه، بمقارنه باي فيزيكال كيبل. عايزين بقى نلخص اللي احنا قلناه كده ببساطه، الوايرلس سيستم ما له وما عليه، والواير سيستم برضو اللي ليه واللي عليه ايه. ادفانتج اوف وايرلس كوميونيكيشن، سام تايمز ات از امبراكتيكال تو اكستند كيبلز، يا اما امبراكتيكال ان انا اعمل اكستنشن للكيبل في الوايرلس سيستم، او ان انا هعملها بس تكون غاليه جدا. تاني حاجه اليوزر موبيليتي، انا دلوقتي لو انا عايز اعمل مكالمه اني تايم اني وير، يبقى معايا عده موبايل افضل بكتير من ايه، من تليفون ارضي. الكوست از ليميتد، ليه الكوست از ليميتد؟ نفتكر تاني قلنا من لحظات ان الفيزيكال كيبل هي اللي بتغلي تكلفه اي واير سيستم، ما بالك كمان لو انت بتعمل واير سيستم في ديزرت او ماونتنز او منطقه التضاريس بتاعتها صعبه جدا، فتكلفه ان مد الكابلات وانشاء الشبكه بيبقى اغلى بكتير. بس زي ما كل حاجه في الدنيا لها مميزات وعيوب، اكيد الوايرلس سيستم مش كل مميزات. الباندويتس بتاعه بيبقى قليل جدا، يعني باندويتس قليل يعني ايه، يعني داتا ريت قليل. ريليابيليتي، الاعتماديه، يعني ايه ريليابيليتي؟ انا بعمل كوميونيكيشن عشان انقل الترانسميتر، انقل المعلومه من الترانسميتر للريسيفر، فلو المعلومه ما اتنقلتش او ما انتقلتش بكفاءه عاليه، يبقى انا كده الريليابيليتي، قدره الاعتماد على السيستم ده ضعيفه. يعني ايه الريليابيليتي؟ صاحبك الجدع ببساطه اللي انت ممكن تطلب منه اي خدمه يعملها لك، تعتمد عليه في اي حاجه يقضيها لك لو يقدر يعملها، تمام. فالكوميونيكيشن انا بعمله علشان ايه، انقل المعلومه بتاعتي من مكان لمكان، لو ما انتقلتش او انتقلت بديفكتس كبيره، يبقى انا كده الريليابيليتي بتاع الكوميونيكيشن بتاعتي ايه، قليله. الباور، الباور بتاعت الوايرلس سيستم، انا الوايرلس سيستم زي ما قلنا من شويه اللص في الشانل بيبقى كبير، وكمان الشانل كاركترستيك از نوت فيكسد، تمام كده. فعشان كده مضطر ان انا ابعت باور كبيره عشان اضمن وصول الاشاره بحاله جيده للريسيفر. السكيورتي، السكيورتي لو الواير سيستم بيبقى السكيورتي فيه اعلى، لان محدش هيقدر يخترقني او يعمل، يخترق او يعمل فولنيرابيلتي في السيستم الا لما يخترق الكيبل نفسه اللي بين الترانسميتر او الريسيفر. طبعا ان هو ممكن يعمل هاجنج على الترانسميتر او الريسيفر، ده موضوع تاني خالص، انا بتكلم على التشانل، لان احنا قلنا من شويه الفرق بين الوايرلس والواير اللي هو مين، التشانل، تمام كده. فالسكيورتي في الوايرز بتبقى قليله، تمام كده. ليه قليله؟ لان الاشاره بيحصل لها راديشن في الفراغ، فاي حد ممكن ايه، يعرف الباند، لو عرف الباند اللي انا بتكلم عليه وبعض المعلومات عن السيستم يقدر يخترق بالسيستم بسهوله جدا. عايزين برضو نعرف بين ثلاث مفاهيم اساسيه، يعني ايه كوميونيكيشن سيستم؟ كوميونيكيشن سيستم يعني ترانسميتر ورسيفر. ترانسميتر محطوط عند منطقه كده انا عايز انقل منها الاشاره، الرسيفر بنحطه عند منطقه انا عايز ابعت ليها الاشاره. فعمليه ان وجود ترانسميتر ورسيفر وفي تشانل بتشيل المعلومه بينهم، ده بسميه كوميونيكيشن سيستم، تمام كده. قلنا يعني ايه بقى وايرلس كوميونيكيشن؟ وايرلس كوميونيكيشن اللي تشانل الوسيط اللي بين الترانسميتر والرسيفر اللي هينقل المعلومه من الترانسميتر للرسيفر، لو هو فري سبيس يبقى انا كده بسميه وايرلس سيستم او راديو كوميونيكيشن سيستم، تمام كده. طب يعني ايه بقى موبايل سيستم؟ موبايل سيستم يعني اتصالات المتحركات. يعني ايه متحركات؟ انا عندي ترانسميتر ورسيفر وتشانل، لو الترانسميتر بيتحرك اثناء عمليه الكوميونيكيشن او الرسيفر بيتحرك او الاثنين بيتحركوا اثناء عمليه الكوميونيكيشن، يبقى انا كده بسميه موبايل كوميونيكيشن سيستم، تمام كده. يعني ايه موبايل؟ موبايل يعني الترانسميتر او الرسيفر بيتحرك اثناء او الاثنين مع بعض اثناء عمليه وجود عمليه كوميونيكيشن بينهم هما الاثنين. طب ايه هي بقى السيلولار سيستم؟ السيلولار سيستم يعني بالعربي كده الانظمه الخلويه. هنشوف يعني ايه سيلولار سيستم، وليه بعمل سيلولار سيستم، ومفهوم يعني ليه قلت سيلولار سيستم. سيلولار سيستم ببساطه قوي، انا عندي مثلا لو عندي شركه زي فودافون او موبينيل او اتصالات دخلت على جمهوريه مصر العربيه مستثمر وعايز يعمل شغل، فببساطة أو مساحة جمهورية مصر العربية كلها بالنسبة له بسميها BLMN، Public Land Mobile Network. Public Land Mobile Network يعني إيه Public Land Mobile Network؟ مساحة جمهورية مصر العربية كلها بالنسبة للشركة المستثمرة بتسميها Public Land Mobile Network، تمام؟ بتيجي على المساحة دي كلها، وطبعا لازم تغطي المساحة كلها، لازم أي يوزر في أي مكان
يلاقي سيرفيس كفرج. يعني ايه سيرفيس كفرج؟ يقدر يعمل مكالمه، يقدر يستقبل مكالمه، لازم يبقى كونكتد على الشبكه، تمام كده. فتيجي بتقسم البابليك لاند موبايل نتورك لمجموعه كده من الكلاسترز. ايه هو الكلاسترز؟ كلاستر مجموعه 7 سيل. يعني ايه هي سيل؟ ببساطه قوي كلمه سيلولار سيستم جايه من سيل. يعني ايه سيل؟ سيل منطقه، منطقه كده يعني لها مساحه معينه بحط فيها برج. البرج ده بسميه بيز ستيشن. البرج اللي احنا بنشوفه ده بسميه بيز ستيشن، ده بي 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 بيخدم المنطقه دي كلها، تمام كده. المنطقه دي بسميها سيل. فطبعا البابليك لاند موبايل نتورك اتقسمت لمجموعه من السيل. يعني السيل هي الوحده البنائيه للسيلولار سيستم، عشان كده بسميه سيلولار سيستم، تمام كده. كل 7 سيل حوالين بعض شكل السداسي، السداسي ده السيل بيبقى ده شكله سداسي كده. كل 7 سيل، يعني كل سيل وستة حواليها بيبقوا 7 سيل، بسميهم ايه؟ كلاستر، تمام كده. إيه هو تعريف الكلاستر بقى؟ جروب اوف سيلز ذات كان اتشير ذا سيم باندويتس، او ذات كان ديفايد ذا سيم باندويتس امونج ذا اكزيستنج سيل. ايه هو تعريف الكلاستر بقى تاني؟ مجموعه من السيلز متجاوره كده غالبا بيبقوا 7 سيل بيشتركوا في نفس الفريكوانسي باند. طب ايه هي بقى سيل دي؟ يعني ايه سيل دي؟ يعني ايه سيل ايه وسيل بي وسيل سي، سي ودي واي واف وجي؟ كل منطقه بقسمها، بقسم بابليك لاند موبايل نتورك لمساحات صغيره بسميها سيل. كل برج بيخدم السيل دي، تمام كده. يعني عند ايه هنا؟ في ايه؟ في برج. وهنا السيل ايه دي؟ في برج بيخدم المنطقه دي، وفي برج بيخدم السي، وفي برج بيخدم منطقه البي، وكذلك الجي والاف والاي والدي. دول 7 سيل فبسميهم كلاستر، تمام كده. طول ما اليوزر شغال في المنطقه، في اي منطقه، في اي سيل من دي بيتخدم من البيز ستيشن بتاعته، تمام كده. يعني طول ما اليوزر في المنطقه دي بيتخدم من مين؟ من السي. يجي من هنا ينتقل للمنطقه بي، البيز ستيشن اللي مسؤول عن خدمه المنطقه بي هي اللي تتولى خدمته، والمفروض السي تسيبه، تمام كده. جيم هو طبعا بيتحرك راندوم، بيتحرك اني تايم اني وير. انا وانا بتكلم في الموبايل بتحرك في اي منطقه، ما حدش بيقدر يقول لي اروح هنا ولا تيجي هنا، تمام كده. وانا كيوزر ماسك العده بتاعتي، بعمل مكالمه في اي وقت، بستقبل مكالمه في اي وقت، فانا معرض ان انا اتحرك من الاي للبي، او من الاي للسي، او من السي للدي، او من الدي للاف. ففي الحاله دي لازم البيز ستيشن اللي في المنطقه اللي كانت بتخدمني في الاول، لو انا اتحركت مثلا من اي لسي، فلازم البيز ستيشن اللي بتتولى خدمه المنطقه إيه؟ تسيبني او تقطع علاقتها بيا، والجديده المنطقه اللي انا رايح لها سواء السي او الدي، البيز ستيشن المسؤول عن خدمه المنطقه الجديده او السيل اللي انا رايح لها هي اللي تتولى خدمتي. عمليه نقل الخدمه من سيل لسيل تانية، او من بيز ستيشن لبيز ستيشن تانية، نتيجه لحركه اليوزر من السيل للسيل المجاوره، دي بسميها هاند اوف، بالعربي كده التسليم او هاند اوفر. انا افرض ان انا عندي 2 سيل، اليوزر يعني يوزر كان موبايل. يعني ايه موبايل يوزر؟ انا وانا ماسك العده بتاعتي ممكن اكون راكب عربيه، وانا طبعا بتحرك راندوم في اي مكان، ما اعرفش تقسيمه الشبكه ايه، دي حاجه تخص الشبكه ما تخصنيش انا خالص. فبالصدفه اتحركت من السيل الاولى اللي قدامنا دي للسيل الثانيه، ايه اللي بيحصل؟ ايه بقى العربيه دي؟ معناها ان يوزر راكب عربيه، ففي الحاله دي بيبقى واخد سرعه العربيه اللي هو راكبها، فبسميه موبايل يوزر متحرك. او ممكن تكون العربيه نفسها فيها اداه اتصال كوميونيكيشن سيستم، وتقدر تعمل عمليه الكوميونيكيشن، او هي نفسها اللي تقدر تتصل بمين؟ بالبرج الاولاني والبرج الثاني. مش موضوعنا دلوقتي. ببساطه قوي عمليه الهاند اوف او الهاند اوفر، ان اليوزر دلوقتي طلع من مكان دخل مكان ثاني. المكان الاولاني كان فيه بيز ستيشن بتخدم اي يوزر في المنطقه دي، لما راح للمكان التاني فيه بيز ستيشن تانية مسؤولة عن خدمة أي يوزر يتواجد في المنطقة بتاعتها. فلازم في الحالة دي، لأنه اتحرك من السل الأولى للسل التانية، فلازم دلوقتي البيز ستيشن الأولى البرج ده يقطع علاقته باليوزر ده، واللي يتولى خدمته إيه؟ البيز ستيشن التانية، تمام كده؟ في سؤال بقى كتير قوي بيجي في أي انترفيو، بيجي في الامتحانات كتير، الكونستراكشن أوف أ سيلولار سيستم أو السيستم أركيتكشر. الموبايل نتورك بتتكون من إيه؟ اول عنصر في الموبايل نتورك اللي هو ايه؟ العده بتاعتي. انا كيوزر معايا عده بستخدم بيها الشبكه، بخش بيها على الشبكه، بستقبل مكالمه، بعمل مكالمه، بخش على النت،
فدي بسميها الموبايل يوزر ستيشن. ايه هي الموبايل يوزر ستيشن؟ العده بتاعه اليوزر اللي بيخش بيها على الشبكه، تمام، بيحط فيها الخط وبيخش بيها على اي شبكه هو مشترك فيها. تاني حاجه البيز ستيشن. ايه هي البيز ستيشن؟ البرج اللي بنشوفه قدامنا اللي احنا قلنا بسميناه عندنا احنا بيز ستيشن، وده بيتولى خدمتي طول ما انا موجود في منطقه معينه، تمام كده. طب نيجي على الجزء الاولاني، الموبايل يوزر ده الوظيفه بتاعته ايه؟ ببساطه قوي ممكن اعمل بيه مكالمه، انيشيشن اوف كولز. تاني حاجه انهي بيه المكالمه، ترمينيشن اوف كولز. تاني حاجه اخش بيه اكسس ذا نتورك، اخش على النتورك اعمل اي حاجه، اخش على النت، اخش على الفيس، اخش على اي ابلكيشن، ارفع ملف، انزل ملف. فالموبايل ستيشن بقى بتعمل ايه؟ الموبايل يوزر او الموبايل ستيشن انيشيشنز اوف كولز، ترمينيشن اوف كولز. تاني حاجه بتعمل ايه؟ اذا يوزر هاندست ذات هيلب هيم تو اكسس ذا نتورك. اكسس ذا نتورك بقى بشكل عام ابلود، داونلود، اي سيرفيس هو عايزه. البيز ستيشن بقى بتعمل ايه؟ البيز ستيشن اللي بيز ستيشن انا عايز اعمل مكالمه هي اللي بتساعدني ان انا اعمل مكالمه. فممكن اقول ان هي برضو بتعمل انيشيشن اوف كول، هيلب ذا يوزر تو انيشيت ذا كول، هيلب ذا يوزر تو تيرمينيت ذا كول. تاني حاجه قلنا حاجه من شويه اللي هي ايه؟ الهاند اوف. اليوزر طول ما هو في المنطقه بتاعتها بتخدمه عادي خالص، بيبعد عن المنطقه بتاعتها فبتعمل هاند اوف، يعني بتسيبه بحيث ان السيل تانيه او ان البيز ستيشن اللي مسؤوله عن خدمه منطقه تانيه تتولى خدمته. فالبيز ستيشن بتعمل ايه؟ هيلب ذا يوزر تو انيشيت كولز، هيلب ذا يوزر تو تيرمينيت ذا كولز، بتعمل ايه؟ عمليه الهاند اوف. تاني حاجه هي يعني لما احنا قلنا ببساطه من شويه ان هي بتتولى خدمه اي يوزر موجود في منطقتها، يعني ايه بتتولى خدمته؟ ببساطه قوي هي بيبقى معاها مجموعه من الفريكوانسي ريسورس، مش ما لازم يكونوا فريكوانسي، ممكن يكونوا فريكوانسي تايم سلوتس كودز. لو احنا هنتكلم عن نظام اف دي ام اي بشكل عام او ببساطه قوي كده في الاول، هي معاها مجموعه من الفريكوانسي، تمام، مجموعه من الفريكوانسيز، تمام كده، بنسميهم ريسورس او فريكوانسيز او ريسورس. اي يوزر عايز يعمل مكالمه بتدي له فريكوانسي يتكلم عليه. طول ما اليوزر معين واخد باند يتكلم عليه، مستحيل البيز ستيشن تديه لاي يوزر تاني في نفس المنطقه الا لما هو يخلص مكالمته، يا اما ينهي المكالمه يا اما يحصل له هاند اوف لسيل تاني. فدي العمليه دي بسميها راديو ريسورس مانجمنت. يعني ايه راديو ريسورس مانجمنت؟ هي معاها باند بتتصرف فيه زي ما هي عايزه، معاها اكتر من يوزر بتخدمه. اليوزر اللي عايز يعمل مكالمه بياخد باند يتكلم عليه، محدش هياخد الباند لليوزر الاولاني ده واخده الا لما هو يا ينهي المكالمه يا اما يحصل له هاند اوف ويروح لسيل تاني، تمام كده. بسميها راديو ريسورس مانجمنت. يعني البيز ستيشن بتعمل ايه؟ هيلب ذا يوزر تو انيشيت كول، هيلب ذا يوزر تو تيرمينيت كولز، ميك الهاند اوف، راديو ريسورس مانجمنت. طب ايه هو بقى البيز ستيشن كنترولر؟ ده عنصر جديد لسه هنتكلم عليه دلوقتي. بيز ستيشن كنترولر، ايه هو البيز ستيشن كنترولر؟ حاجه زي البيز ستيشن كده بس ليفل اعلى. بمعنى ايه؟ اتنين موظفين في الشغل لو حصل خلاف بينهم لازم فيه مدير يفصل بينهم، تمام كده. حتى لو حصل خلاف بين الاتنين موظفين واتحل، لازم برضو المدير بتاعهم يكون عنده خلفيه عنه، تمام كده. فدلوقتي الخدمات اللي البيز ستيشن بتقدمها لليوزر كلها البيز ستيشن كنترولر بيقدمها لمين؟ للبيز ستيشن نفسها. يعني البيز ستيشن احنا قلنا بتقدم خدمات لليوزر الاربعه اللي احنا قلنا عليهم، تمام كده. البيز ستيشن كنترولر بيعمل للبيز ستيشنز اللي البيز ستيشن نفسها بتعمله لليوزر، هو ليفل اعلى. بمعنى ايه؟ اليوزر دلوقتي لو حصل له هاند اوف من سيل لسيل، لازم يكون البيز ستيشن كنترولر عارف انه حصل هاند اوف. حاجه من الاثنين، يا اما يكون ما فيش مشكله حصلت بس لازم يكون هو عارف ان حصل هاند اوف من سيل للسيل لليوزر الفلاني ده، او ان هو نفسه لو يوزر عندي السيل ايدج كده في المنطقه دي كده، تمام كده، بين السيل دي والسيل دي، تمام كده. يبقى هو دلوقتي يتخدم من السيل الاولى ولا السيل الثانيه؟ في الحاله دي يبقى في خلاف، الراجل ده الخدمه من البرج ده قليله والخدمه من البرج ده برضو قليله. في الحاله دي البيز ستيشن كنترولر هو اللي يتدخل ويفصل بين البيز ستيشن الاولى والبيز ستيشن الثانيه، وياخد قرار ويقول للواحده فيهم تولي انت خدمه الراجل ده وخلاص، لازم يفصل بين الاثنين. وهنشوف قدام سيرفيسز او ادفانتج كتير او سيرفيسز كتيره بيقدمها البيز ستيشن كنترولر. زي ما في بيز ستيشن كنترولر فيه ليفل اعلى منه، في مدير اعلى منه بسميه الموبايل سويتشنج سنتر. الموبايل سويتشنج سنتر كل السيرفيسز اللي البيز ستيشن بتقدمها لليوزر بتاعها
قلنا البيز ستيشن كنترولر بيقدمها للبيز ستيشن بتاعته. نفس الكلام برضو الموبايل سويتشنج سنتر هو ليفل اعلى من البيز ستيشن كنترولر، يعني ببساطه كده هو بيتحكم في اكتر من بيز ستيشن كنترولر. يعني كل الخدمات اللي البيز ستيشن كنترولر بيقدمها للبيز ستيشن بتاعته، الموبايل سويتشنج سنتر بيقدمها لايه؟ ها، للبيز ستيشن، لاكتر من بيز ستيشن كنترولر. ايه هو بقى النتورك سويتشنج سنتر؟ لما اقول نتورك سويتشنج سنتر او موبايل تليفون سويتشنج اوفيس، يبقى انا كده خلاص خرجت بره نطاق شبكه المحمول لاي شبكه تانية، قد تكون الانترنت او البابليك سويتش التليفون نتورك اللي هي شبكه التليفون. يعني موبايل تليفون سويتشنج اوفيس ده كده او نتورك سويتشنج سنتر، انا كده طلعت من الايه، من رينج شبكه الموبايل لرينج تاني خالص، سواء الانترنت او البابليك سويتش التليفون نتورك. طب ليه بعمل كده؟ ببساطه قوي، احنا قلنا انا دلوقتي معايا عده موبايل، ممكن اكلم حد رقم ارضي، ممكن اخش بيها انترنت، لا يعني مش، لا مش مرتبط ان انا اكلم او استقبل مكالمه من الناس اللي معايا في نفس الشبكه فقط. انا لازم اكون اوبن على اي حد، على اي شبكه تانية. فاللي بيعمل الانترفيسنج ده هو الموبايل تليفون سويتشنج اوفيس او الموبايل سويتشنج سنتر. قلنا من شويه ان اليوزر دلوقتي طول ما هو موجود في خليه معينه بيتخدم منها، تمام كده. لو طلع بره رينج الخليه دي وراح لسله تانية، يبقى هو كده لازم يحصل له ايه؟ عمليه هاند اوف، تمام. وقلنا برضو من شويه ان كل سله لها بيز ستيشن، تمام كده، بي تي اس او بي اس، بسميها ابريفييتد باي بي تي اس اور بي اس، بيز ستيشن. كل خليه لها بيز ستيشن بتقدم خدمات فيها الاربعه اللي احنا قلنا عليهم من شويه. برضه زي ما في بيز ستيشن هي بتتحكم في اليوزر او هي المدير او اللي بتعمل مانج لليوزر، في مدير اعلى منها سميناه ايه؟ البيز ستيشن كنترولر. في مدير اعلى من البيز ستيشن كنترولر اللي هو يقدر يتحكم في اكتر من بيز ستيشن كنترولر مع بعض، بسميه موبايل سويتشنج سنتر، تمام كده. عشان ما نتلخبطش، عمليه الهاند اوف ببساطه قوي تاني انتقال الخدمه من بيز ستيشن لبيز ستيشن تانيه نتيجه لحركه اليوزر من المنطقة الجغرافية اللي بتغطيها البيز ستيشن الأولى للمنطقة الجغرافية اللي بتغطيها البيز ستيشن الثانية. طب دلوقتي عشان نفرق بقى بين أنواع الهاند أوف أو الهاند أوفر، والله إن كده نبص للسلة الأولى والثانية كده، إيه اللي بيحصل؟ أي هاند أوفر بشكل عام هو انتقال الخدمة من بيز ستيشن لبيز ستيشن ثانية، بس إيه الفرق إن اليوزر يطلع من السلة الأولى للسلة الثانية، أو من السلة الأولى للسلة الثالثة، أو من السلة الأولى للسلة الرابعة؟ تعالى كده ناخدهم واحده واحده. من البيز ستيشن الاولى للبيز ستيشن الثانيه اللي حصل ده بي تي اس، ودي بي اس، بي تي اس مختلفه، بس الاثنين بيز ستيشن بتوع السل 1 و2 تبع نفس البيز ستيشن كنترولر، فعلشان كده بسميه انتر بيز ستيشن او انترا بيز ستيشن كنترولر. انتر بيز ستيشن، ان كلمه انت مقطع انتر ده يعني بين اثنين مختلفين، كلمه انترا يعني داخلي او في نفس الشيء، كلمة انتر بي تي اس لانه انتقل من بي تي اس الاولى للبي تي اس الثانية، فانتر بيز ستيشن. انتر يعني بين اتنين مختلفين، بس الاتنين المختلفين دول تبع نفس البيز ستيشن كنترولر، فسميت النوع الهاند اوف ده انترا بيز ستيشن كنترولر. النوع الثاني ان اليوزر يخرج من المنطقة الجغرافية الاولى للمنطقة الجغرافية الثالثة. في الحالة دي اي نعم ده بيتخدم من بي تي اس وده بي تي اس تانية، بس البي تي اس الاولى تبع بيز ستيشن كنترولر والبي تي اس التانية تبع بيز ستيشن كنترولر تاني. فانا دلوقتي لو قلت انتر بيز ستيشن كنترولر انتر بيز ستيشن، يبقى انا كده مش هقدر افرقه عن النوع الاولاني، فعلشان كده بفرقه بالحاجة اللي تميز الاول عن التالي، تمام كده، فبسميه انتر بيز ستيشن كنترولر. اي نعم الاتنين بين بي تي اسين مختلفتين، ولكن السلة الأولى تبع بيز ستيشن كنترولر والثالثة تبع بيز ستيشن كنترولر تاني خالص، فبسمي الهاند أوف ده انتر بيز ستيشن كنترولر. بس خلي بالك إن الاتنين دول بيتخدموا من نفس الموبايل سويتشنج سنتر، فعلشان كده بسميه انترا موبايل سويتشنج سنتر، تمام كده. يعني ده داخل نفس الموبايل سويتشنج سنتر، ولكن بين انترا يعني داخلي في نفس الموبايل سويتشنج سنتر، ولكن انتر بين اتنين مختلفين، ان هما الاتنين البيز ستيشن كنترولر، تمام كده. تعالى بقى الحالة الاخيرة، لو اليوزر اتحرك من السل الاولى للسل الرابعة اللي بيحصل دي بي تي اس مختلفة ودي بي سي اس مختلفة، مفيش جديد، مش هقدر افرقه عن النوع الاول ولا النوع التاني، نفس الكلام مفيش جديد.
لو قلت انتر بيز ستيشن كنترولر مش هقدر افرقه، اي نعم اللي ده بيز ستيشن كنترولر وده بيز ستيشن كنترولر تاني، ولكن مش هقدر افرق برضو عن النوع الايه اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، النوع التاني. يبقى الحاله الوحيده ان انا افرق بمين؟ بالموبايل سويتشنج سنتر، لان السل الاولى او البيز ستيشن الاولى تبع موبايل سويتشنج سنتر مختلفه عن السل الرابعه او البيز ستيشن اللي بتخدم المنطقه الرابعه دي. فعشان كده عشان افرق بينهم مش هقدر افرق الا بالموبايل سويتشنج سنتر، فبسميه انتر موبايل سويتشنج سنتر. السؤال هنا بيجي في الامتحان ازاي؟ بالنسبه للناس اللي بتدور على الامتحانات، السؤال بيجي ازاي؟ ايه هو الهاند اوف وايه هو انواعه؟ قلنا الهاند اوف السيرفيس ترانزيشن فروم وان بيز ستيشن تو انذر بيز ستيشن ديو تو ذا يوزر موبيليتي فروم وان سيل تو انذر. الانواع بتاعته زي ما احنا قلناها، انتر بيز ستيشن بي تي اس او انترا بيز ستيشن كنترولر، او انتر بيز ستيشن كنترولر انترا موبايل سويتشنج سنتر، تمام، او انتر موبايل سويتشنج سنتر. السؤال بيجي هنا ايه هو الهاند، تعريف الهاند اوف او الهاند اوفر وانواعه. عايزين نرجع تاني ببساطه كده لمفهوم السيلولار سيستم. ليه قسمت البابليك لاند، يعني دي كلها كده سميتها بابليك لاند موبايل نتورك بي ال ام ان، تمام كده، قسمتها لمجموعه من الكلاستر. مجموعه السيل اللي لها اللون الاصفر ده بسميها كلاستر، ده كلاستر كده، ده كده كل ده على بعضه كلاستر، وده كده كلاستر تاني خالص، ده كلاستر تالت، ده كده كلاستر رابع. ايه هي فكرة الكلاستر؟ لو شركة فودافون داخلة على منطقة زي جمهورية مصر العربية، وانا قلت لها والله انت ليكي بند معين، البند ده قسمته لعشرة شانل، تخيلوا بقى بدون تقسيمات الكلاستر دي يعني ايه عشرة شانل كانوا يغطوا مصر كلها، يعني مساحة جمهورية مصر العربية كلها ما يقدرش يتكلم مع بعضه الا 10 يوزر بس، كل يوزر له فريكوانسي بيتكلم عليه 10 بس اللي يقدروا يتواصلوا مع بعض. طبعا المستثمر مش هيجي يعمل شبكه ويدفع فلوس كده عشان 10 يوزر بس، لازم في ناس ثانيه برضه لازم يقدم خدمه لعدد اكبر عشان يكسب اكتر. فمفهوم الكلاستر ده معناه ايه بقى؟ مفهوم الكلاستر ده بنربطه بمفهوم اسمه الفريكوانسي ريوز. يعني ايه فريكوانسي ريوز؟ اعاده استخدام التردد اكتر من مره. هو دلوقتي ايه اللي بيحصل اساسا لو اتنين كوميونيكيشن سيستم في نفس المكان استخدموا نفس التردد؟ بيحصل انترفيرنس. يعني انترفيرنس؟ اليوزر الاول بيسمع الاشاره بتاع اليوزر الثاني، واليوزر الثاني بيسمع الاشاره بتاعه اليوزر الاول. يعني طبعا ده كده سكيورتي، ما ينفعش باي حال من الاحوال. يعني انا ما ينفعش حد يسمع مكالمتي ولا نسمع مكالمه حد. فمفهوم الكلاستر ايه اللي حصل فيه؟ ان انا دلوقتي بدل لو انا دلوقتي عندي 10 اتشانل، ايه اللي بيحصل؟ بدل ما المنطقه كلها بتستخدمهم، لا، الكلاستر ده هيستخدم ال10 شانل دول، الكلاستر الثاني هيعيد استخدام نفس ال10 شانل، الكلاستر الثالث هيعيد استخدام نفس ال10 شانل، وكذلك الكلاستر الرابع. بس بشرط والله السيل اي دي عشان تستخدم تردد معين مش هعيد استخدام التردد الا في منطقه بعيده عنها خالص، بحيث ان هيبقى فيه انترفيرنس، هيبقى فيه بس هيبقى قليل جدا جدا، يكاد يكون بصفر. فاليو السيل ايه هتعيد استخدام الترددات بتاع السيل ايه اللي هي سيل ايه هنا واللي هي سيل ايه هنا. يعني مش هعيد استخدام التردد، او مش هسمح لاثنين يوزر او اثنين بيز ستيشن يستخدموا نفس التردد في نفس الوقت، الا لما يكون في مسافه فاصله بين الاول والثاني والثالث ورابع، مسافه كافيه ان الباور بتاع السيل الاولى دي تكون بالنسبه هنا قليله جدا، تكاد تكون منعدمه، وكذلك الباور بتاع السيل دي تكون عند الناحيه عند السيلز الثانيه اللي مستخدمه نفس التردد قليله جدا جدا، تكاد تكون مش موجود. في الحاله دي ايه اللي يحصل؟ يبقى انا بدل ما استخدمت التردد مره واحده استخدمته مع عدد مرات الكلاستر هنا بالشكل اللي قدام ده، اكني انا استخدمته اربع مرات. وكذلك السيل بي هتعيد نفس الترددات اللي السيل بي هنا استخدمتها، اللي السيل بي هنا استخدمتها، اللي السيل بي هنا استخدمتها، وكذلك السيل دي هتستخدم مجموعة الترددات هعيد استخدامها في السل دي، في السل دي برضو اللي في الكلاستر الثاني، في السل دي اللي في الكلاستر الثالث، تمام كده. طب ايه رايكم بقى لو انا دلوقتي قدرت اعيد نفسي، يعني اخلي السل سي نفسها تعيد استخدام ترددات السل بي، تعيد نفس ترددات استخدام ايه، تعيد استخدام نفس الترددات اللي السل دي واخداها، ايه اللي يحصل بقى؟ يبقى انا كده زودت ايه الفريكوانسي ريوز، يبقى انا كده زودت حاجه اسمها الكاباسيتي بتاع السيستم. في فرق بين الكباستي بتاع السيستم والكباستي بتاع التشانل. الكباستي بتاع التشانل اللي هي البت بير سكند، ميجا بت بير سكند، كيلو بت بير سكند، ميجا بت بير سكند او بت بير سكند بشكل عام، سرعه النت الوايرلس، تمام كده. انما السيستم كباستي يعني ايه؟
السيستم كاباستي عدد اليوزر اللي يتخدمه من الوايرلس سيستم في نفس الوقت. السيستم كاباستي عدد اليوزر اللي يقدر السيستم يخدمهم في نفس الوقت. فطبعا لما نعمل فريكوانسي ريوز اللي يحصل، يبقى انا كده باتيح او اعيد جينريشن لبعض الترددات او بستخدمها اكتر من مره، يبقى انا كده بزود ما يسمى السيستم كاباستي. احنا دلوقتي روحنا لمفهوم السل. ايه هو السل؟ قلنا مساحه جغرافيه تمام كده بتتخدم ببيز ستيشن. بيز ستيشن بتشعل باور في اتجاهات كلها بحيث ان هي تغطي منطقه معينه، دي بسميها السل. طب البيز ستيشن دي بتغطي مساحه قد ايه، او نص قطر ايه، او قطر ايه، تمام كده. فحسب المساحه اللي البيز ستيشن بتغطيها بيبقى عندي ماكرو سيل، مايكرو سيل، بيكو سيل، فيمتو سيل. الماكرو سيل بتمتد لايه؟ الديامتر بتاعها بيبقى 20 كيلومتر، تمام كده. يعني البيز ستيشن بتغطي لحد نص قطر كام؟ 20 لحد نص قطر 10 كيلومتر. يعني البيز ستيشن بتغطي مساحه كبيره جدا، تمام كده. تقدر تخدم يوزر عند ريموت اريا، علشان كده محتاجه ان هي ايه، قيمه هاي باور، تمام كده. المايكرو سيل قللت حجم السيل، خليت البيز ستيشن تقيمه باور قليله شويه عن مسالتها في الماكرو سيل، بتغطي لحد ماكسيمم 2 كيلومتر ان ديامتر، يعني بنص قطر 1 كيلومتر. في الحاله دي اللي بيحصل، يبقى انا كده ببعت باقل باور، تمام كده، وبخلي برضو الفريكوانسي ريوز يحصل عند المناطق القريبه، تمام كده. يبقى انا كده بزود الكباسيتي بتاع السيستم. فهتلاقي الموتيفيشن كله من الماكرو سيل لحد الفيمتو سيل. اللي بيحصل بقى ان انا بقلل الباور بتاع البيز ستيشن، بنعمل بعلل الباور افشنسي بتاع الكوميونيكيشن او السيلولر سيستم. وكمان اللي بيحصل، بزود اهم حاجه عندي الفريكوانسي ريوز الكباسيتي بتاع السيستم، تمام كده. البيكو سيل، ايه هي البيكو سيل بقى؟ البيكو سيل بتغطي ماكسيمم 200 متر ان ديامتر، يعني بنص قطر كام؟ 100 متر، تمام كده. في الفورج بقى هنعرف ان في حاجه اسمها المايكرو سيل وحاجه اسمها الفيمتو سيل او ريلي. الفيمتو سيل يعني السايز بتاعها قليل جدا، ماكسيمم 40 متر. ده بتبقى انسايد روم في الفورج، وده هو ده الموتيفيشن، من احد الموتيفيشن لل5 جي. طب تعالوا، ليه احنا بقى قللنا حجم الخليه؟ ليه انا رحت للماكرو سيل، بدات بالماكرو سيل، بعد كده رحت للمايكرو ما سكتش، لا رحت للبيكو سيل، بعد كده رحت للفيمتو سيل. ما نيجي هنا بيقول لك ريدكشن ان سيل سايز ريزلتس ان. الراجل لما قلل حجم الخليه، او المهندس ده لما قلل حجم الخليه، ايه اللي حصل؟ انكريز ذا سيستم كاباسيتي اند اليوزر كاباسيتي. ايه اللي حصل لما حجم الخليه قل؟ لما حجم الخليه قل، يبقى انا قربت العده بتاعتي من البيز ستيشن، قربت من البرج بتاعه. لما اقرب من البرج ايه اللي يحصل؟ يبقى البرج ده ممكن يبعت بار قليله والبار تتكفيني، صح كده؟ لما هو يبعت بار قليله يبقى هو كده استهلك بار قليله، يبقى المستثمر ده مش هيدفع فاتوره كهرباء كتير لشركه الكهرباء، يبقى هو كده عمل بار افشنسي في السيستم، تمام كده؟ مش كده وبس، انا كيوزر، او بمعنى تاني الراجل ده لو البيز ستيشن لو بعتت بنفس البار، يبقى انا كده ايه اللي هيحصل؟ انا هستقبل بار احسن. واحنا عارفين طبعا الريسيف ده بار بتتناسب طرد مع مين؟ مع الكباستي. الكباستي بتساوي بي لوج 2 1 زائد السيجنال تو نويز ريشيو، يعني ازود الكباستي اللي هي الشانل كباستي البيت بير سكند بايه؟ يزود الباندويتس، يزود مين؟ ايه؟ الريسيف ده باور. تعال نشوف الاوبشن الثاني كده، لو باور كونسومشن ان موبايل تيرمينال از ترانسميتد باور ديورنج ذا ابلينك مي بي سمول. مش انا دلوقتي مع البرج بتاعي ببعت واستقبل، ممكن هو يبعت لي اشاره وممكن انا ابعت له اشاره. لما يكون هو قريب مني، يبقى العده بتاعت الموبايل بتاعتي ممكن تبعت بار قليله، تمام كده، وتوصل البرج كويس او في الحاله دي، يبقى انا كده ايه، ها، بوفر في عمر البطاريه بتاعه اللابتوب بتاعي او الموبايل بتاعي. يبقى بعمل بار افشنسي مش في البيز ستيشن بس، ده في البيز ستيشن والموبايل ستيشن. يبقى انا كده بقدر اعمل مين؟ بار افشنسي في السيلولار سيستم بشكل عام. لو بار كونسومشن ات ذا بيز ستيشن. ما احنا قلنا اهو، لما انا قربت من البرج، ايه اللي حصل بقى؟ هو يبعت لي باور قليله وبقت تكفي احتياجاتي برضو، يبقى انا كده ايه، بعمل باور افشنسي، بخلي الشركه تدفع فاتوره كهرباء لشركه الكهرباء فاتوره قليله جدا، لان هو بقى مضطر ان، او يعني بفضل الله قدر يبعت باور قليله وتوصل تكفي احتياجات اليوزر برضو باقل باور، تمام كده. بس العيب بقى، عيوب ان انا اقلل السيل سايز. اللي بيحصل بقى دلوقتي increased number of الهاند اوفر، تمام كده. تخيل دلوقتي انا عندي مساحه زي مصر، ايه الفرق ان انا اقسمها لخلايا كبيره؟ هنفترض لو انا قسمت، لو انا شغال ماكرو سيل، هفترض مثلا ان انا ايه،
يبقى عندي 10,000 10 اس 4 بيز ستيشن. لو انا استخدمت مايكرو سيل اقلل حجم السيل، اكيد ال 10 اس 4 بيز ستيشن هيبقوا مثلا كام؟ مثلا 10 اس 6. يبقى انا كده زودت عدد البيز ستيشن. يبقى انا كده دلوقتي ايه اللي حصل؟ زودت الكومبلكستي بتاع السيستم، زودت تكلفه. بدل ما هعمل 10,000 برج عملت كام؟ 10 اس 6 عملت مليون برج. بدل ما اجيب شركه صيانه تخدم لي 10 او تعمل صيانه دوريه على 10 اس 4 على 10 اس 4 برج، هتعملها على 10 اس 6. تاني حاجه، اليوزر نفسه لما يتحرك من منطقه لمنطقه في الماكرو سيل ايه اللي بيحصل؟ ممكن ما يحصلوش هاند اوف، لان حركته كلها ما زالت في ايه؟ في رينج سيل معين. لما يكون عندي سيلولر سيستم حجم السيل قليل، في نفس الحركه اللي يعني في نفس المساحه اللي ممكن يمشيها او يتحركها في سيلولر سيستم كان متقسم بماكرو سيل، نفس الوضع لو هو في مايكرو سيلولار سيستم، ايه اللي يحصل؟ يحصل له هاند اوف اكتر من مره. تمام كده. وهنعرف في ان السكند جي ممكن الهاند اوف ده يعمل لي كول دروبينج، ممكن المكالمه تقع. تمام كده. لازم نفهم دلوقتي كده ان الكوميونيكيشن في ثلاث انواع منه، يا سمبلكس يا هاف دوبلكس يا فول دوبلكس. ايه هو بقى الفول دوبلكس؟ الفول دوبلكس زي نظام التليفون كده، انا بتكلم وبستقبل في نفس الوقت. يعني انا عندي ترانسميتر وريسيفر، بس ممكن الترانسميتر يقدر يعمل ترانسميتر ويقدر يعمل ريسيف، وكذلك الريسيفر يقدر يعمل ترانسميتر وريسيف، والاثنين ممكن يبعتوا ويستقبلوا في نفس الوقت. فعلشان كده مصطلح ترانسميتر وريسيفر هنبقى احنا اكبر منه شويه وهنقول ترانسيفر. تمام كده. هنلغي مصطلح ترانسميتر ومصطلح ريسيفر ونقول بشكل عام ايه؟ ترانسيفر. يعني الموبايل ستيشن بتاعتي ترانسميتر ولا ريسيفر؟ ترانسيفر. يعني ايه؟ يعني ترانسميتر وريسيفر. والبرج عباره عن ايه؟ البيز ستيشن. ترانسميتر ولا ريسيفر؟ ترانسيفر. يعني ايه ترانسيفر؟ ترانسميتر وريسيفر الاثنين بيبعتوا وبيستقبلوا في نفس الوقت، فبسمي الكوميونيكيشن ده ايه؟ فول دوبلكس. فول دوبلكس. تمام كده. طيب احنا دلوقتي قلنا ان انا ممكن اعمل مكالمه وابدل، يعني اليوزر الهاند ست بتعمل ايه؟ ها، انيشيشن اوف كول، ترمينيشن اوف كول. تمام. وبعمل بها المكالمه نفسها. فانا عندي نوعين اثنين من التشانل، البيز ستيشن بتوفر لي نوعين اثنين من التشانل. الكنترول تشانل، ايه هي الكنترول تشانل؟ انا عايز ابدا مكالمه، ببداها عن طريق ايه؟ كنترول تشانل. عايز انهي مكالمه؟ بنهيها عن طريق كنترول تشانل. عايز اعمل هاند اوف، بيتعمل هاند اوف عن طريق ايه؟ كنترول تشانل. طب ايه هي الفويس تشانل بقى؟ الفويس تشانل خلاص المكالمه تمت خلاص، او انه خلاص بدانا المكالمه، التشانل نفسها اللي هتشيل الصوت بقى بين البيز ستيشن والموبايل ستيشن ده بسميها فويس تشانل. يبقى انا عندي نوعين اتنين من التشانل، كنترول تشانل وفويس تشانل. كنترول تشانل بدايه المكالمه ومسؤول عن بدايه المكالمه وانهاء المكالمه وعمل الهاند اوفر. ايه هو الفويس تشانل او الداتا تشانل؟ التشانل اللي بتشيل الداتا نفسها اثناء المكالمه. تمام كده. طيب انا دلوقتي انا كيوزر هنا اهو. تمام كده. وده مين؟ ده البيز ستيشن بتاعتي. البيز ستيشن اللينك اللي جاي من البيز ستيشن لليوزر، تمام، ده بسميه فورورد لينك. تمام كده. فورورد لينك او داون لينك. اللينك ده بسميه فورورد لينك او داون لينك. تمام كده. يبقى انا عندي اتنين فورورد لينك، واحد للفويس واحد للكنترول، فورورد فويس تشانل وفورورد كنترول تشانل. تمام كده. وكذلك احنا قلنا دلوقتي البيز ستيشن بتبعت لليوزر، واليوزر برضه بيبعت للبيز ستيشن، فالفريكوانسي اللي شايل الترافيك بتاع اليوزر للبيز ستيشن بسميه ايه؟ ريفيرس لينك. ريفيرس لينك. طب الريفيرس لينك ده ممكن يكون كنترول وممكن يكون فويس. ما هو برضه انا عندي نوعين من الشانل، فويس وكنترول، فممكن يكون ريفيرس فويس تشانل وعندي ريفيرس كنترول تشانل. طب انا كده عندي اربع تشانل في الايه؟ في الموبايل سيستم، وكنترول تشانل وفويس تشانل. كل في كنترول في الاب لينك وكنترول في الداون لينك، وفيه فويس تشانل في الاب لينك وفويس تشانل في الداون لينك. تعالوا بقى كده نشوف السيستم اركتكشر او الموبايل نتورك بشكل عام بقى برضو بتتكون من ايه. وقلنا زي ما يعني الزملاء قالوا لي او الطلبه بتوعي قالوا لي ان السؤال ده بيجي كتير قوي في الانترفيوهات، وسؤال سهل جدا جدا جدا. سيستم اركتكشر او الكومبوننت بتاع السيلولر سيستم او السيلولر نتورك. زي ما احنا قلنا انا عندي الموبايل ستيشن. ايه هي الموبايل ستيشن؟ العده بتاعتي اللي انا بخش بيها على الشبكه، بعمل بيها انيشيشن اوف كول، ترمينيشن اوف كول. بعمل بيها ايه بقى؟ بخش بيها على الشبكه، اعمل ابلود داونلود. تمام. بخش بيها على الشبكه بقضي بيها اغراض معينه. تمام كده. تاني حاجه البيز ستيشن او البرج اللي بيأدي لي الخدمه ده، قلنا ده بيعمل ايه؟ راديو ريسورس مانجمنت. عايز اتكلم يعمل لي ايه؟
يديني فريكوانسي اتكلم عليه، تمام؟ اسكت خلاص انهي المكالمه، يقوم جاي هو ايه خلاص ياخد الفريكوانسي ده ويديه لحد تاني يعمل لي هاند اوف، تمام كده؟ يساعدني في بدايه المكالمه عن طريق الكنترول شانل، يساعدني في انهاء المكالمه عن طريق الكنترول شانل، وانا بتكلم وخلاص عايزه خلاص هنبدا مكالمه يديني ايه الفويس شانل ده، كل ده اللي البيز ستيشن بيعمله، تمام كده؟ في ليفل اعلى اللي احنا قلنا بنسميه ايه بيز ستيشن كنترولر، هو نفس البيز ستيشن بس ليفل اعلى، وهو بنفسه بيقدم نفس الخدمات للبيز ستيشن اللي البيز ستيشن بتقدمها لليوزر، يعني بيساعدني في عمل الهاند اوف، بيساعد كل بيز ستيشن والتاني ان هي تعمل راديو ريسورس مانجمنت، لو اختلفوا على فريكوانسي كومبوننت معينه لازم حد كبير يفصل بينهم اللي هو مين البيز ستيشن كنترولر، يفصل بينهم في الراديو ريسورس مانجمنت، كل واحده يضمن لها فريكوانسي معين، مفيش واحد هيخش على الفريكوانسي بتاع التاني عشان ما يحصلش انترفيرنس بين اليوزر. ممكن نعيد نفس استخدام التردد بقى، انت بس عندي مسافه كبيره جدا بحيث ما يحصلش انترفيرنس، دي كلها مسؤوليه مين البيز ستيشن كنترولر. لو البيز ستيشن الاولى والتانية اختلفوا في عمل الهاند اوف، من اللي يحكم بينهم؟ ها البيز ستيشن كنترولر هو المدير بتاعهم. طب هم لو ما اختلفوش وعملوا هاند اوف بينهم وبين بعض، البيز ستيشن كنترولر اي نعم ما عملش مانج للموضوع، بس لازم يكون عنده خلفيه زي المدير، لو حصل اي مشكله بين اتنين موظفين وهو ما اتدخلش عشان يحلها وهم اتصافوا واتراضوا مع بعض، لازم برضو يكون عنده ايه خلفيه عن الموضوع ان حصل مشكله واتحلت، لو لازم يكون عارف كل حاجه، تمام كده؟ قلنا الموبايل سويتشنج سنتر ده ليفل اعلى من البيز ستيشن كنترولر، بتساعده برضو في الراديو ريسورس مانجمنت، وممكن هي نفسها تاخد قرار بالهاند اوف. لو البيز ستيشن كنترولر ما قدرش يفصل بين اتنين بيز ستيشن في عمليه الهاند اوف او عمليه راديو ريسورس مانجمنت، الموبايل سويتشنج سنتر بيتدخل بسلطته بحكم ان هو شايف الاتنين يقدر يفصل بينهم، تمام؟ تخيل ان البيز ستيشن ده، ان الموبايل ستيشن ده هو مين الموظف الصغير، البيز ستيشن ده هو مثلا مدير الاداره، تمام كده؟ الموبايل سويتشنج سنتر ده عباره عن مين؟ عن رئيس قطاع او حاجه ليفل اعلى منهم شويه، يقدر يتحكم فيهم ويقدر كلمته ماشيه عليهم كلهم، تمام كده؟ بعد كده في جزئين مهمين قوي، الهوم لوكيشن ريجستر والفيزيتور لوكيشن ريجستر. ايه هو بقى الهوم لوكيشن ريجستر والفيزيتور لوكيشن ريجستر؟ ببساطه قوي كده، الاثنين دول عندهم معلومات عن كل اليوزر اللي في الايه في السيستم، داتابيز من اسمه هو داتابيز. يعني ايه داتابيز بقى؟ ها جدول كده في او سيرفر فيه معلومات عن ايه، عن كل اليوزر اللي موجودين ايه في الشبكه، تمام كده؟ طب ايه الفرق بين الهوم والفيزيتور؟ الهوم لوكيشن ريجستر عنده المعلومات بتاع كل يوزر كامله زي موظف شؤون العاملين في الشركه كده بالظبط. احسن مثال انا بحبه وبقول للطلبه على طول، الهوم لوكيشن ريجستر عارف عامل زي بالظبط كده، وعارف كل المعلومات عن كل اليوزر اللي في الشبكه، اماكنهم ايه وظروفهم ايه، زي موظف شؤون العاملين او الاتش ار في اي مؤسسه عنده ملفات عن كل موظف، مع يعني سيرته الذاتيه وتاريخ ميلاده والبطاقه الشخصيه والملف الامني بتاعه، ملفات كلها موجوده عنده، تمام كده؟ طب ايه هو الفيزيتور لوكيشن ريجستر؟ الفيزيتور لوكيشن ريجستر ده عنده برضه بيانات بسيطه عن اليوزر اللي في الشبكه. طب ايه اللي بيخليني اعمل اتنين، هوم لوكيشن ريجستر وفيزيتور لوكيشن ريجستر؟ اتعود كده في حياتك ما تطلبش خدمه كبيره من واحد صغير، وما تطلبش خدمه صغيره من واحد كبير، تمام كده؟ بمعنى ايه، انا دلوقتي ماسك جامعه خاصه او مؤسسه معينه، تمام كده؟ انا دلوقتي مدير في مؤسسه معينه وعايز اعرف تاريخ موظف معين، جزاءاته، تاريخه الوظيفي، مدى التزامه، علاقته بالزملاء، تاريخ ميلاده، سنه كام، الدورات اللي خدها عشان ارقيه. فهروح لمين؟ هروح لموظف شؤون العاملين، هو اللي هيبقى عارف البيانات دي كلها عنه، هيفتح الملف ببساطه قوي كده، هيجيب لي المعلومات كلها من يوم ما اتولد لحد ما جه الشركه لحتى اليوم، تمام كده؟ طيب مش ده كل ده بروسيسنج؟ دي حاجه كويسه، بس ده كل ده بروسيسنج. طب افرض ده انا مش عايز الكلام ده كله، انا عايز معلومه بس بسيطه، الموظف المحترم ده جه النهارده ولا ما جاش؟ يبقى انا لو رحت للهوم لوكيشن ريجستر ده، هيقعد يفتح الملفات ويعمل بروسيسنج ويدور وبتاع وكده، طب على ايه ده كله؟ ده انا بس عايز اعرف هو جه ولا لا. فببساطه او بدل ما اسال موظف شؤون العاملين، اسال مين؟ الموظف بتاع الامن اللي على البوابه. ببساطه قوي هيقول لي يا باشا ده دخل الساعه كذا وطلع الساعه كذا ودخل امتى وخرج امتى، تمام؟ فالهوم لوكيشن ريجستر والفيزيتور لوكيشن ريجستر عندهم معلومات عن الموبايل ستيشنز كلها اللي في الشبكه، بس الهوم لوكيشن ريجستر ميزته ايه؟ ميزته عنده بيانات كامله،
ما هي البيانات كاملة ما حاجة كويسة ماشي، بس أنا دلوقتي لو أنا عايز بيانات fast and updated information، بيانات سريعة وجاهزة وبسيطة، يبقى أروح لمين؟ لل visitor location register. زي ما قلت لك أنا دلوقتي عايز بس أشوف الموظف المحترم ده جه ولا ما جاش، هروح للهوم لوكيشن ريجستر او موظف الاتش ار، هيفتح ملفات ويديني تاريخ وحوارات كبيره او هيديني معلومه، ما قلناش حاجه، بس يبقى انا كلفته، انا كده طلبت خدمه صغيره من واحد كبير، انهكته في حاجه بسيطه قوي ممكن واحد بسيط جدا يعملها لي، موظف اللي على البوابه هيقول ده دخل امتى وخرج امتى والموضوع خلص. فدلوقتي الهوم لوكيشن ريجستر داتابيز اكبر بكتير من الفيزيتور لوكيشن ريجستر. بس انا ليه محتاج الفيزيتور لوكيشن ريجستر بقى؟ انا محتاجه عشان فاست اند ابديتد انفورميشن، المعلومات البسيطه والسهله والسريعه هو يديها لي عن اي يوزر في الشبكه. والجزء اللي عند الباقي زي ما احنا قلنا عليه قبل كده اللي هو مين بقى؟ البي اس تي ان او البابليك سويتش، التليفون نتورك، شبكه التليفونات. زي ما قلت لك انا دلوقتي كراجل بتخدم من شركه معينه واير فودافون او ما شابه ذلك، في ايه اللي بيحصل؟ يبقى انا دلوقتي لازم اعمل ايه؟ او ان انا ليا حريه الحركه ان انا اتصل باي رقم. لو انا هعمل مكالمه مثلا مع البي اس دي ان فلازم يكون في انتر كونكشن بين الشبكتين دول، شبكه الموبايل واي شبكه ارضيه سواء انترنت او اي شبكه او شبكه موبايل تانية خالص. تمام كده. ايه هو بقى المالتيبل اكسس سكيمز بقى؟ برضو سؤال بيجي في الانترفيوهات كتير قوي، ايه هو المالتيبل اكسس ده؟ تمام كده. ايه هو؟ حاجه بسيطه جدا، ببساطه قوي، انا دلوقتي البيز ستيشن بتخدم مين؟ بتخدمني انا كيوزر، بتخدمني انا كيوزر، بس بتخدمني انا بس؟ لا، بتخدمني انا وغيري وغيري وغيري، بتخدم مجموعه من اليوزر، صح كده. فدلوقتي انا البيز ستيشن محتاج ايه؟ محتاجه تخدم اكتر من يوزر في نفس الوقت، ما تقدرش تفرق بين احمد ومحمد ومحمود، كلهم سواسيه عندها. تمام كده. فلازم تخدم اكتر من يوزر في نفس الوقت. طب ما احنا قلنا دلوقتي لو نفس ال... لا لو ايه اللي يحصل لو خدمت نفس الاثنين او اثنين او ثلاثه او اكتر من واحد بنفس الفريكوانسي؟ هيحصل انترفيرنس. فهي لازم المالتيبل اكسس سكيمز ده بيعمل ايه بقى؟ بيخلي البيز ستيشن تدي الترافيك بتاعها لاكتر من يوزر، وكل يوزر ياخد الترافيك بتاعه. ببساطه كده بتبعت الترافيك لاكتر من يوزر مرة واحدة، وكل يوزر ياخد ايه؟ الترافيك اللي هو عايزه. ببساطة كده يعرف ان هو شغال على بند كام، او عند تايم ستوب كام، او عند او على كود كام، ويقدر ايه ياخد البند بتاعه ومالوش دعوة بالباقي. تمام كده. فانا عندي انظمة التعدد دي المالتيبل اكسس او التعدد بايه؟ عندي حاجة اسمها فريكونسي ديفيجن مالتيبل اكسس. فريكونسي ديفيجن يعني بتقسيم الفريكونسي، يعني بقسم في الفريكونسي. التايم ديفيجن مالتيبل اكسس، تمام كده، او الكود ديفيجن مالتيبل اكسس. اللي خدنا معايا ديجيتال عارفين بايه التفصيل او الفرق في او ببساطه او الفرق بين الانواع دي كلها، بس احنا برضو هن ايه هنراجع لهم او ببساطه. يعني ايه فريكوانسي ديفيجن مالتيبل اكسس بقى؟ فريكوانسي ديفيجن مالتيبل اكسس يعني دلوقتي احنا قلنا لو اتنين كوميونيكيشن سيستم او البيز ستيشن ادت نفس الباند لاتنين يوزر، هيحصل انترفيرنس بينهم. اليوزر الاولاني هيسمع مكالمه اليوزر الثاني، واليوزر الثاني هيسمع مكالمه اليوزر الاولاني. ده ما ينفعش خالص. فالبيز ستيشن بتعمل ايه بقى؟ بتدي البند الاولاني اليوزر، البند الثاني اليوزر ثاني، البند الثالث اليوزر ثالث، البند الرابع اليوزر رابع، البند الخامس اليوزر خامس، وبتقول لهم خلاص كل واحد ليه بند اهو، انتوا حقكم عليا يا جماعه اتكلموا براحتكم، بس خلوا بالكم انا اللي لكم عندي ايه ما يحصلش انترفيرنس. يعني انت كيوزر اولاني خدت البند الاولاني تتكلم عليه، مش هديه لاي حد طول ما انت بتتكلم عليه. انت يا بندي، انت يا يوزر رقم اتنين خدت البند التاني، خلاص ليك عندي، مش هديه لاي حد طول ما انت ايه مكالمتك شغاله. تمام. وكذلك البند رقم تلاته والبند رقم اربعه والبند رقم خمسه. تمام كده. يبقى انا هنا بعمل هنا ايه؟ اف دي ام او فريكونسي ديفيجن مالتيبلكسنج او مالتيبل اكسس. البيز ستيشن بعت الترافيك كله مره واحده لليوزر، بس اليوزر الاولاني هيعمل فلتر عنده وياخد البند اللي يخصه بس. تمام. اليوزر التاني عنده فلتر هياخد البند بتاعه بس، وكذلك اليوزر الثالث والرابع وايه والخامس. كل البيز ستيشن بعت الترافيك للناس كلها، وكل واحد ايه خد البند بتاعه، وكله اتخدم وكله مبسوط وكله ايه شغال زي الفل. بعد كده لما احنا بقى دخلنا في لما دخلنا في الديجيتال سيستم وعرفنا يعني ايه سامبلينج ثيوريم، تمام كده، قلنا بلاش انا ليه هستخدم فريكوانسي واحد كاف دي ام اليوزر واحد؟ الله، ده ما انا ممكن اقسم على نفس الفريكوانسي، تمام كده، اقسم مجموعه تايم سلوت. تمام كده. اللي خد معايا السامبلينج ثيوريم والديجيتال كورس اكيد عارف الكلام ده كويس. تمام كده. ان انا بقسم عندي سامبلينج ثيوريم سويتش بياخد سامبل عينه من الاشاره الاولى، عينه من الاشاره الثانيه، عينه من الاشاره الثالثه. تمام كده. وبيعمل حاجه اسمها فريم، الفريم ده كله بينتقل على فريكوانسي.
بفرض ان الفريم اللي قدامنا ده كده مثلا وليكن 6 سلوت، يعني ايه بقى فريم 6 سلوت؟ يعني انا لو طبقت تي دي ام اي تي دي ام اي مع اف دي ام اي، اللي يحصل بقى بدل ما الفريكوانسي ادي اليوزر واحد، لا ده انا هدي الفريكوانسي لستة يوزر، ستة يوزر ما يحصل انترفيرنس. قال لك لا، ما هو اليوزر الاولاني اللي سلوت الاولى يتكلم عليها، اليوزر الثاني اللي سلوت الثانيه، اليوزر الثالث اللي سلوت الثالثه، لحد اليوزر السادس. فالتي دي ام اي نفسه ما ينفعش يتطبق لوحده، ما حدش يقول لك تي دي ام اي ويضحك عليك، لا هو التي دي ام اي غصب عني لازم يتطبق مع الاف دي ام اي، لان التي دي ام اي معتمد على مين؟ على السامبلنج ثيوريوم. والسامبلنج ثيوريوم اللي احنا خدناها بنسميها ايه؟ بلس امبليتيود موديوليشن. يعني ايه بلس امبليتيود موديوليشن؟ حوارات كتير قوي، بس ببساطه هو نوع من البيز باند موديوليشن. لو هستخدمه في الكوميونيكيشن يبقى استخدمه للفيري فيري شورت كوميونيكيشن. فانت بتتكلم عن سيلولار سيستم، الله اعلم ماكرو سيل او بيكو سيل او مايكرو سيل او فيمتو سيل، بنتكلم بقى بشكل عام. يبقى دلوقتي ايه؟ لازم تي دي ام اي مع اف دي ام اي. ببساطه قوي التي دي ام اي تايم ديفجن مالتيبل اكسس تطبق في الديجيتال سيستم، تمام كده، وكان بيتطبق مع الاف دي ام اي عشان ازود الكباستي بتاع الكوميونيكيشن سيستم. زي ما احنا قلنا التردد اهو، بدل ما ادي اليوزر واحد، ده انا هدي التردد لستة يوزر، مش هيحصل انترفيرنس. مش هيحصل، لان كل واحد فيهم ليه تايم سلوت، هي عارف التايم سلوت بتاعته هو بس، تمام كده. في تكنولوجيا تانية خدناها برضو في كورس الديجيتال مع بعض، اللي هو ايه؟ كان سبريد سبيكترم، وكان اشهرهم مين؟ الكود ديفيجن مالتيبل اكسس. يعني ايه كود ديفيجن مالتيبل اكسس؟ كنت بوسع الباند ويتس. الله، ما انت لما توسع الباند ويتس كده هتهدر الريسورس. قال لك لا، ما هو الباند اللي انت زعلان عليه اللي هتديه اليوزر واحد، والباند ده كان ممكن يخدم لك اتنين او تلاتة لو انت مطبق اف دي ام، انت زعلان عليه علشان هتطبق كود ديفيجن مالتيبل اكسس. لا، بس انا هفرق بالكود والاكواد اللي انا عملتها دي، اللي هيحصل فيها بقى هتخلي الباند بتاع الاف دي ام اللي كان ممكن يخدم اتنين او تلاتة يوزر يخدم هنا مئات اليوزر، تمام كده. كود ديفيجن مالتيبل اكسس بيعتمد على اورثوجونال كود. يعني ايه اورثوجونال كود؟ انا كيوزر معايا الكود بتاعي، والبيس ستيشن عارفه الكود بتاعي، كلنا هنبعت في نفس الباند، الباند الكبير، ولكن هنفرق بالكود. انا هعمل ديتكشن بالكود بتاعي، غيري هيعمل ديتكشن بالكود بتاعه، وانا ما اعمل ديتكشن بالكود بتاعي هاخد اشارتي، والاشارات اليوزر الثانيه كلها بالنسبه لي هتبقى بصفر، وانا بالنسبه لهم هبقى بصفر برضه. هنفصل في الكود، تمام كده.